مرحبا، أنا اسمي ماساكي من اليابان. أنا جيت جمعية Peace of Art كمتطوع، وأنا اشتغلت لشباب ونشاطات أوريغامي، وأنا كمان مدرب قانون. أكثر سبب ليش أنا جيت هون مركز Peace of Art، وأنا بدي أتعرف ناس جداد. بصف أوريغامي أنا تعرفت ناس جديد ويوس، وأنا عندي رسالة. أنا جيت هون من اليابان كمتطوع، أنا بدي أياهم كمل تعليم، وخصوصا اهتمامه بدول أخرى وشوسايد، هيك يعني كتير مهم عشان نحن نعيش سوا حرفيا ونشتغل سوا، هيك حيكون سلام بالعالم. أنا بعتقد بجمعية Peace of Art أنا كمدرب سوينا صف أوريغامي، ونحن سوينا علم فلسطيني، علم لبناني. هون جمعية Peace of Art بدنا كمان مساعدة متطوعة دولية. إذا عندكم قدرة فيكم تيجي هون وتعلم لمجتمع محلية، وكتير يعني رح يكون مستحيل لمشاركين ولمستقبل هون.